السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة ضمن مادة ميكانيك التربو، إن شاء الله اليوم معانا شابتر 2 راح نوضح به السويل كونسستنسي اللي هي اتساق التربة. راح نتعلم شنو معنى اتساق التربة إن شاء الله، وهذا الموضوع راح نتعلم شنو معنى اتساق التربة بحد ذاته. تماسك أو اتساق التربة أو تناسقية التربة اللي إحنا نرمز لها طبعاً يا ترب، هذا ينفح وسط للترب الطينية أو الترب وإحنا نسميها الحبيبية، اللي تمتلك نسبة تماسك عالي كوهيجن عالي، اللي إحنا نسميها حدود أتربك ليمت. مثل ما نعرف بالمناسبة عند أقراك بالمحاضرة حتى ترجمون وياها، إلى حد الآن هي عبارة عن معلومات عامة. Most of soil included، العديد من أنواع الترب، fine fraction، تحتوي على نسبة دقيقة fraction of salt من الطمي or clay or composition، يعني أما من الطين أو الطمي أو مزيج منهما. The consistent يشمل التناسق أو تماسك of this soil can be range على dry solid condition or liquid form، يعني معناها شي يقصد بيه تتراوح هذه التربة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة مع فترات متتالية. تمام عيني؟ الدور يقول لك the addition of water، ان اضافه الماء، addition of water and mixing، ان عمليه اضافه الماء والخلط حسب الضروره، شنو الغرض من عنده؟ to expand pore space، حتى نوسع المسام الداخليه او احنا نسميها void ratio. لذلك تسمى هذه الحدود اللي على اساسها نضيف المياه او محتويات الماء الووتر كونتينت الى التربو وتحويل حالاتها بحدود اتربك، لذلك تسمى باتربك ليميت. تمام عيني؟ واللي تعتبر are the basic measure، هي المقياس الأساسي أو المقياس الرئيسي of the critical water content، لكمية أو محتويات الماء الحرجة. وين أهم شيء تنتبه؟ within fine grain soil، ضمن حبيبات التربة الناعمة الحبيبية اللي يقصد بيها التراب الطينية. حدود أتربك لما تتقسم إلى ثلاث حالات: الشرنكج ليميت، بلاستيك ليميت، والليكويد ليميت. يعني شنو؟ حد الانكماش بالبداية، وحد اللدونة بلاستيك ليميت، والحد أو الحد السائل. تمام عيني؟ حد السيولة. هاي ثلاث حالات عندك أنت لازم تعرفها، اللي مبينات بالفقر واحد هسه نجي نوضحهن هنا. تمام عيني؟ هاي الحالات عليها تعتمد على depending of water content in the soil. تمام عيني؟ تعتمد على محتوى الماء الموجود في التربة، اللي هو يصنف شنو إلى أربع حالات: solid، تمام، أما تظهر بأربع حالات التربة: صلبة أو سيمي صلد أو شبه صلبة أو بلاستيك أو بلاستيكية آن ليكويد. تمام عيني؟ سو ذات الاتساق التربة وسلوكها يختلف أيضا هندسيا. فهسه راح أوضح لكم بهذا الشكل لاضح. هاي هنا عندك أتربك ليمت، حدود أتربك المن يتقسم، هذا عينة التربة تتقسم اعتمادا على الووتر، جيت قيمة أو كمية الماء ضمن الكلي، ضمن حبيبات التربة الطينية. very dry، تمام، جدا جافة، اللي شو تصنف الحالة مالتها؟ solid state، حالة تربة صلبة، تمام، اللي هو هذا اسمه solid state أو احنا نسميه الشرنكج. هاي إذا الصلد الشرنكج ليمت، حدود الشرنكج بين من موجودة وبين من موجودة؟ ضمن الدراي، هذا كله دراي، ضمن الدراي، حالة الدراي. لكن بين من وبين من؟ بين الصلد والسمو صلد، بين حالة التربة الصلبة جدا وشبه الصلبة، هذا الحد يسمونه شرنكج ليمت، حد الانكماش. بعد ذلك هذا الشرنكج ليمت، بعد ذلك بين الصلد وبين احنا نسميه البلاستيك، بين السمو صلد وبين البلاستيك. تمام عيني؟ والحالة مالتها احنا نسميها مو الويت، يعني very weight، هاي الفيري ويت يعني هنا then weight، هنا very dry، هنا شنو؟ dry. فهنا بين حالة الويت وبين حالة الدراي تتكون يا حالة عندنا بحدود أتربك بلاستيك ليميت. تمام عيني؟ يسمونها بلاستيك ليميت. والحالة الأخيرة اللي تصير بين الويت والفيري ويت شنو اسمها؟ ليكويد ليميت، الحدود أو حد السيولة. تمام؟ هذا المخطط ضروري جدا تفهمه، وممكن يجيك بالامتحان. أطلب من عندك أنه توضح لي بسكيتش حدود أتربك ليميت، ودن لاحظ أنه حدود أتربك شبيها تتزايد طرديا انكريزن مع زيادة المويستر كونتينت، مع زيادة محتوى الرطوبة.
هذا الرسم جدا مهم، وتعريف اتربك ليميت مع الحالات مالته. نجي حالات البلاستيسيتي ليميت، البلاستيسيتي ليميت اللي هي حالات تماسك، احنا نسميها تماسك التربه او حدود اللدونه. بلاستيسيتي ليميت حدود اللدونه، ايش تشمل لحدود اللدونه؟ حد تشمل الليكويد ليميت، حد السيوله اللي شنو رمزه L dot L is defined as the moisture content. هو شنو معنى حد اللدونه؟ احنا نسميه او حد العفو حد السيوله، حد اللدونه حد السيوله، لان البلاستيك هو حد اللدونه، الليكويد ليميت هو حد السيوله، يعرف بانه نسبه الرطوبه اللي تصل اليها التربه as كبيرسن كنسبه مئويه للتحول منين was change from منين من الليكويد الى البلاستيك ستيت، تمام؟ حتى تتحول من الليكويد للبلاستيك ستيت. البلاستيك ليميت اللي هو احنا نسميه حد اللدونه او حد البلاستيك، المويستر كونتينت هو محتوى الرطوبه في التربه اللي تتغير عندها حاله التربه المن الى الحاله الشبه صلبه، مو الصلبه، الى السيمي صلب ستيت. الشرنكج ليميت هو محتوى الرطوبه المويستر كونتينت ات ويتش سويل تشينج، منين؟ من السيمي صلد المن للصلد ستيت. البلاستيسيتي اندكس مؤشر السيوله، مؤشر اللدونه، هذا مؤشر شو يشمل لي؟ هذا المؤشر مؤشر اللدونه يشمل لي از ذا رينج، هو النطاق في محتوى الرطوبه عند مويستر كونتينت وين ذا سويل، عندما التربه اكسبوهايتد اظهرت البلاستيك بيهيفر، التصرف او السلوك البلاستيكي. اذا البلاستيك اندكس مؤشر اللدونه شو يساوي لنا؟ الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت، حد السيوله ناقص حد اللدونه. زين الليكويديتي اندكس مؤشر السيوله، هسه احنا مؤشر اللدونه هذا مؤشر السيوله اللي نسميه LL او IL الاختصار مالته، هي الريليشن العلاقه بين الناتشرال مويستر كونتينت بين محتوى الرطوبه الطبيعيه واند قيمة الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، تمام عيني؟ نجي على مؤشر السيولة، إذا كان الليكويديتي إندكس أكبر من واحد، السويل شنو تتصنف؟ ليكويد ستيت، حالتها سائلة، إذا يساوي لنا واحد تتصنف شنو؟ ليكويد ليميت. اللي بعدها إذا الليكويد يعني إندكس كان قيمته أقل من واحد، ذن السويل شنو تتصنف؟ الموجودة هاي بالأسفل ذن قيمها. هسه راح نوضح لكم اياها بهذا المخطط، تمام عيني؟ هذا المخطط قيمه البلاستيسيتي اندكس شنو تتصنف؟ نون بلاستيك اذا صفر، ما اذا هاي تتصنف احنا نسميها سليفي بلاستيك، لو بلاستيك، ميديوم بلاستيك، هاي بلاستيك، فيري هاي بلاستيك، هاي قيمه البلاستيسيتي اندكس، تمام عيني؟ اللي قيمته ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت. الخطوه اللي بعدها هو شلون اني احدد الكاركتر خصائص اللدونه للتربه، البلاستيسيتي كاركتر اوف سويل، شلون احددها؟ مرونه التربه شنو تقصد البلاستيسيتي اوف سويل؟ از ابيليتي هو قدره التربه يعني على الخضوع للتشوه تو اندروج ديفورميشن وذاوت، انتبه، وذاوت كراكن، بدون عمليات تشقق. لذلك انها خاصيه مؤشر للتربه الحبيبيه اللي هي التربه الطينيه الفاين جرين سويل especially for clayey soil، تمام عيني؟ وخاصة التربة الطينية، فهاي يقصد بها انه ايش تسمح الجسيمات بانزلاق الحبيبات فوق بعضها البعض وما تعود الجسيمات الى وضعها الاصلي، هاي يعني تعريف بصورة عامة، تمام عيني؟ هي هاي يقصد به الخصائص اللدونة للتربة. حدود اتربك، اتربك ليميت، ايش يقصد به؟ طبعا هذا مهندس زراعي بالعام 1911، المهندس الزراعي السويدي سويديش اجريكلتشر انجينير اتربك، هو اسمه اتربك لذلك سميت هذه الحدود باسمه. ذكر ان حبيبات التربه الدقيقه منشن ذات ذا فاين جرين سويل كان اكزيت، يمكن ان تتواجد في اربع حالات اللي هي اربع حالات رئيسيه من الليكويد بلاستيك سيمي سوليد اور سوليد، تمام؟ اذا عندنا اربع حالات الليكويد والبلاستيك والسمو صلت والصلت، قال اربع حالات تتواجد بها التربه الطينيه هي هاي، لذلك سماها هاي تتغير الحالات من حاله الى حاله نسبه الى المحتوى المائي المويستشر كونتينت او الووتر كونتينت. لذلك هاي الحدود شنو سماها؟ سماها باسم حدود اتربك، تمام عيني؟ لذلك قسمها لهنا احنا نسميها هارد كاندي اللي هي خصائص التربه،
الدره تتحول الى احنا نسميها تشيس اللي هنا 20 كجنيت، بعد ذلك السوفت بتر، بعد ذلك تتحول الى لين سوب اللي احنا نسميها ليكويد ليمت. تمام يعني هاي التسميات احنا نسميها التسميات الزراعيه يعني العامه الرئيسيه هي حدود انتربيك. فهي هاي ضروري تعرف ثلاث حدود، تتقسم هاي الثلاث حدود. شلون قسمناها الثلاث حدود؟ استنادا الى حالات التربه الاربعه اللي تتراوح من الليكويد بلاستيك سيمي بلاستيك سيمي صلد الى صلد. تمام يعني هاي هسه ان شاء الله لهنا اتوقع فهمتوا شنو هي هاي الامور، حيث الليكويد ليمت والبلاستيك ليمت هو يمثل لنا خلال يعني هو السيستماتيك اللي تمشي عليه نظام المياه الطين المعتمده وغيرها هاي الامور. هنا نجي هنا ايضا يوضح لك بصوره عامه شلون ترتبط جزيئات الماء مع الحبيبات الطينيه الكلي بارتيكل، شلون يصير عندك فري ووتر، وهذا الفري ووتر راح بعدين يصير ادزورب تجاذب وغيرها. يعني راح يبدا يوضح لك هذا الشكل هو عباره عن جزيئات الطين مع طبقات الماء الممتصه. تمام يعني هذا الكلي بارتيكل وتابزورب ووتر لاير ان ووتر، هاي يعني كمعرفه عامه ما مطلوبه من عندك. تمام يعني هذا الموضوع منه الى هنا، هذا هي عباره عن معلومات عامه للاطلاع. دي يقول لك شلون يصير التجاذب شحنات الايون بالتربه الطينيه بامتصاص الماء. هنا هذا هو الاهم، وصلنا للمهم ديترمينيشن اوف شرنكج ليمت، تحديد حد الانكماش. شلون انا احدد حد الانكماش؟ شرنكج ليمت تعريفي شنو معناه؟ هو سميلست ووتر كونتينت، هو اصغر محتوى مائي ات ويتش حيث التربه ذات ويتش ذا سويل ساتوريتد، حيث التربه تصل اليه بالتشبع. او انه يمكن تعريفه اتس اوسو كان بي ديفاين الى ماكسيمم ووتر كونتينت، هو اقصى محتوى مائي ات ويتش ريدكشن اللي يؤدي الى تقليل محتوى الماء بسبب انخفاض ديو تو ذا ديكريز ان الفوليوم اوف سويل ماس. تمام يعني هي هاي الحالات الاربعه، هذا الرسم مطلوب من عندك ديفينيشن اوف شرنكج ليمت، هاي انكريزنج السويل فوليوم عندما زياده بحجم التربه من الصلد للسيمي صلد، هاي شرنكج ليمت بلاستيك ليمت هنا فيريوس او احنا نسميها فيسكوس او ليكويد ليمت. هاي الحدود الثلاثه الاربعه الحالات التربه وبالتالي انشئه الحدود الثلاثه اذا تنتبه الزياده مع زياده المويستشر كونتينت بهذه الحاله. هنا هاي احنا سبق وتناولناها بالحاله الاولى اللي هي صلد، الحاله الاولى ستيج ممكن تكون صلد، والحالة الثانية ممكن صلد ووتر، والحالة ممكن صلد فقط اللي هي السيت الثالثة نسميها صلد وآهر. تمام عيني بهذه الحالات الثلاثة. هسه راح نجي نوضحهم إن شاء الله بالتفصيل دني البلاستيسيتي والليكويد والكونسيستي اندكس. هاي شنو يشمل لي حالات مراحل، شلون احنا استنبطنا الستيج اوف ديفريشن احنا نسميها ديفريشن الشرنكج ليمت، يعني استنباط حالات حد الانكماش. شلون انه استنبطناها؟ هذه الحاله، الحاله الاولى انه صلد، لذلك هذا الفي توتال وهذا المت للوزن الصلب، هاي العلاقات احنا نسميها الفيز دايجرام للريليشن مال التربه. الحاله الثانيه ممكن انه تكون صلد مع كميه ماء ووتر، وهاي نعرف شلون نطرح. والحاله الثالثه هي صلد زائد اير، واخذناها ذني بالفيز دايجرام. فحد الشرنكج ليمت شو يساوي لنا؟ يساوي لنا قيمة الـ W1 اللي هو بالأصل لما يكون فقط صلد ناقص الـ WS في هذا كقوس كله، إن شاء الله راح ناخذها بالتفصيل، ناقص الـ V1 ناقص الـ V2 في الجاما ووتر على الـ WS، وإذا كنا مستخدمين ماس في هذه هي المعادلة تصير بهذا الشكل. تمام عيني؟ حيث إن هاي القيم الـ Weight of Water in Stage هذا شو يمثل لنا؟ W initial ناقص WS loss of water weight of water from stage 1 الى stage 2 بهذا المقدار انطلع ال weight of water in stage 2 بهذا from definition ال shrinkage limit شو يساوي لنا؟ هو ال water contained بالحالة الثالثة، هو هذا حد الانكماش. حد الانكماش نجي هنا هاي منطقة تعاريف عامة لمؤشرات اللدونة والسيولة والاتساق أو التماسك التربة، وسبق وتناولناها البلاستيسيتي اندكس يمثل لنا وقيمته هو عبارة عن ليكويد ليمت ناقص البلاستيك ليمت، والليكويد اندكس اللي هي حد السيولة، وحد الليكويد ليمت هو مؤشر السيولة العفو ليكويدتي اندكس، والليكويد ليمت هو حد السيولة. تمام عيني هاي تناولناها مسبقا تعاريف بشكل رئيسي. الليكويد ليمت شنو يساوي لنا؟
تمام عيني ماثيماتيكال رياضيا راح يحل لكم بالتفصيل. سو هسه احنا حتى ناخذ هذه الامور يعني كمسائلها لحد الان هاي تعتبر اللي هو اكتيفيتي اوف سويل حاله التربه او احنا نسميها فعاليه التربه، على اساسها راح نصنف المعادلات اللي نستخدمها. هاي ناخذها بمحاضره ثانيه ان شاء الله تكون محاضره هذا اليوم واضحه فهمتم من عدها بصوره عامه شنو يعني معنى الحدود اتربك للتربه الطينيه وشون حددناها استنادا الى حالات التربه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار لحد الان تقدرون تراسلونا ان شاء الله ونجاوبكم عليه. نلتقي بكم بالمحاضرات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.